وان شاء الله تكونوا غايا. مرحبا بكم معايا في قناتكم. اليوم ان شاء الله غادي نديروا كاطو فيرو الابيض سهله واقتصاديه وما تديش الوقت. بالنسبه للمقادير غادي نسحقوا فيها 500 غرام مارغرين كونطريه، زوج حبات بيض كاملين، كاس سكر غلاسي، شويه عطر زهره البرتقال، مغرف صغيره فاني وفارينة باش نلمو العجينة، وزوج لاليفير وزن 10 غرام. دوكا نبدا نزيد في الفارينة بالتدريج حتى نلم هداك العجين. هاني شعلت الفرن تاعي يحمى، خليه على نار متوسطة. نزيدو معاها زوج لاليفيغ وزن 10 غرام، ونبدا نلم فيه. لميها غير بصباعك، متعجنيهاش. ما تكثريش في الفارينة باش ما تجيش يابسة. هيا العجينة بعد ما لميتها، شوفو كيها طرية. دوكا غادي نبدا نشكل فيها كرات تكون متوسطة، ما تكبريهاش. فيها زوج لاليفيو غادي تطلع. هذا الشكل نديروها في السنيوه اللي ندخلوها في الفرن. هذا الكاطو يقطع كميه مليحه ويجي بنين بزاف. ديروا الحبات متساويين باش يجي الشكل تاعهم مليح. بعد ما شكلتها كرات دوكا غادي ندخلها الفرن ونطيب على نار متوسطه، ونعاود نولي لكم نكملوا الطريقه مع بعض. هيا كاطو دوكا بعد ما خرجتها من الفرن راها عاد حاميه. دوكا غادي نبدا نديرها في الشيكه كلاصي. درت زوج طباصه، غادي نململها زوج خطرات. ديري في الاول عمري كاع الحبات وغطي عليهم وخليهم يشربوا هذاك الشيكه كلاصي. حاولي ديرها على الحمى تاعها باش تشرب السكر الغلاسي غاية. تبدي تنقلي فيها الطبسي الزاوج. غطي كاع الحبات
ديري فوق الحبه هكا تسقيفي، شوفوا كي تخرج. زيد حبه تضغطي على هذاك السكر كلاصي باش يلصق في الحبه. نكمل كاع الكميه اللي بقات لي ونعاود نولي لكم تشوفوها في صحن التقديم ان شاء الله. هيا كادو تاع نهار اليوم واجده، جات بنينه بزاف وخفيفه، ان شاء الله تكون عجبتكم ونتمنى تجربوها. شوفوا كي تجي من الداخل، ما تنسوش جيم لا فيديو اذا عجبتكم وتابوني وفلاشين، والى اللقاء مع وصفه جديده ان شاء الله.